وطلعت بك تري فيت الحمد لله طوميو وان شاء الله تزيد جوسكا اريفي الاراب كاستينغ وي اراب كاستينغ في التلفازه شكون ابو ظبي ابو ظبي ابو ظبي الو هذه اراب كاستينغ كيفاش انت رحتي هما عيطولك هما عيطولي يعني انايا في الاول كنت ضد الفكره باسكو قلت يعني وبرنامج اكتشاف المواهب يعني بور موا خلاص انا قدرت ندير ما كارير هنا في الجزائر ناس تعرفني تحبني تبع الاعمال اللي نقوم بها في رمضان ولا اعمال سينمائيه ديالي مي هما في الاول قالوا لي اتصلوا بيا من لبنان قالوا لي سويلة معلم فوالا حنا حنديروا عندنا نوفو كونسيبت سمو عرب كاستينغ هو برنامج اكتشاف المواهب وفيه ممثلين من انحاء الوطن العربي بصح معروفين احنا على بالنا بلي انت مشهوره في الجزائر وحبينا نعرفوا بك في الوطن العربي قلت لها انا ما رانيش يعني موافقه اسمحي لي ما نقدرش نجي اي في قعدت غير تاسيستي عليا لا ديريكتريس دو برودكسيون ولا لا انفان لو ديريكتور دو كاستينغ ومن بعد فوالا اكزاكتومون انا في الو سويله حبابك علاش ومن بعد انا واش درت قعدت شفت في لونتوراج تاعي ناس اللي قريبه ليا قلت لهم اش رايكم فوالا فوالا نص قال لي سويله اخطيك ونص قال لي سويلا فونس يعني هاد بالك هاد البرنامج يفتح لك بيبان جدد باسكو فوالا كيما قالوا انت معروفه في الجزائر بصح ما راكيش معروفه في الوطن العربي ما عندك جوائز دوليه وهنا في الجزائر مي الوطن العربي ما يعرفكش يعني سي ان مارشي فوالا سي ان مارشي تلقيت من بعد كي عيطوا لي رحت تلقيت فيها مشاكل في الامكانيات يعني الامكانيات تاعهم ما كانتش مساعدتني لا استاذ لحقت ما لقيتش باغ اكزومبل لا شومبر وين نبات فوالا لوجيستيك لا لوجيستيك فوالا شحال هما يبلاطو في نورمال كورونا صديقي عيب عيب عليكم ديزاسيستون هكا ديزاسيستون ديزاسيستونت لي برك المشتركين كانوا 100 في الفندق تلاقيت بزوبير كي شفت زوبير واحد الجيريا قلت له الحمد لله صافا بلادي معايا بعد قلت لهم خلاص انا ما عجبنيش الحال نعاود نولي البلاد قلت لها قلتي لي فيه ممثلين معروفين تو ما راني نشوف حتى واحد سي كانوا بصح بعد نص خرج نص الى ديزيستي ما كملش كل واحد كيفاه ومن بعد جاو لي بروديكتور وجا مون اجون عيط له قلت له روح تديني باسكو ما حبوش كانوا عندهم لي باسبور تاعنا ما حبوش يرجعوك الباسبور فوالا وبعد انا يت ما قالولكش نحيناك الباسبور لا وزيدي وصبري قالوا لي استني حتى يجي المانجر لو بروديكتور والمانجر تاعك فوالا يتفاهموا بيناتهم كي جا و فوالا سمعوا بلي انا ما حبيتش نقعد دونك زوبير دار معايا النيف زوبير بالحب تفيق على زوبير تفيق على زوبير زوبير بالحب فوالا وقف معايا قال لي خلاص ويلا انت تروحي انا نروح كان معنا ثاني ممثل اخر اسمه امين ميموني شاب بون اللي ديبوتون مي فوالا كان معنا هو راح ما كملش المشوار ومن بعد بداو ابو ظبي سمعت بلي الجزائر رايحه تنسحب بالمسابقه دونك عيطوا من الفوق عيطوا لهم سي كوا البروبليم من هنا قلت لهم فوالا ما كاش غرفه ليا انا ما قعدتش ما الناس ما نعرفهمش فوالا ما ديجا من الاول سبه يعني ما كنتش فوالا ما كنتش حابه ما لقيتش فوالا لورغانيزاسيون ما كانتش مليحه ومن بعد كي جا مون اجون اي تو تفاهموا قال لك لا الجزائر لازم تكون حاضره قلت لهم كابريس دو ستار لا ماشي كابريس تسمى كلمه جو ان شامبر افيك دي روز بارتو يعني الناس ما نعرفهاش ماذا بيا ما قلتش 5 ايطوال ولا بصح المينيموم غرفه ليا وين نرقد يعني اون تو لي كال كوراج تاعك على كل حال انت وزوبير خلاكم تلحقوا حتى النيفو دو فيناليست المغرب بدات هكذا معوجه شويه هكذا اكزاكتومون ابو ظبي قال لك بلي الجزائر راهي من ضمن البلدان اللي لازم تكون في هذه المسابقه ما فيهاش نقاش يعني. وبعد حسنوا الحمد لله الامكانيات زادوا بلي عطوني باش نقعد قالوا لي سويله منا سخو انا من عندهم ثاني لا لا نوفا الكوافير فاسون نيفرتيتي شويه لا 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 هذه سي بور ان تورناج وي سي بور ان تورناج الحمد لله وبعد قعدنا فردنا اللغه تاعنا الجزائريه
وحيدة جوستومون باسكو في لي زيميسيون هادوما نجمو نقولوا لي تيلي رياليتي تاع تاع الخليج تاع لبنان يفرضوا على على لي بارتيسيبون يتكلموا باللبناني بالخليجي ولازم بارفوا سي ديفيسيل سي ديفيسيل لقينا انتقادات في هاد قال لك وعلاش ما تهدروش بالجزائريه ودائما تحشموا باللغه تاعكم وكي تروحوا لتماك تقلبوا الفيستا فوالا سي لو 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 سي لا برودكسيون هي اللي تحسن عليكم اكزاكتومون باسكو ابو ظبي قال لك بلي على راسنا اللغه اللهجه الجزائريه بصح حنا قلت لهم المشكل هي الفهم عندهم فوالا لوديسيون قالوا لي باش لجنه الحكم تفهمكم الجمهور العربي لازم تكون فيها لغه بيضاء يعني اللهجه الجزائريه بصح مبسطه حنايا البروبليم تاعنا سي كون عندنا بزاف لي مون فرونسي بصح لو كان نعربوهم ونهضروا شويه بالعقل باسكو حنا عندنا دي بي طالع ونهضروا بسرعه بسرعه يعني قالوا لي سهيله سي بسطي كتبت النص تاعي تاع لوديسو اللي شفتوها تاع الكياسه وتاع لا في افوغ اللي ما تشوفش كتبناها الحمد لله دزنا لوديسيون انا وزوبير واخر مشهد اللي كان في النهائي هذاك مشهد كتبته انا وزوبير بمساعده الكوتش تاعنا الاستاذ ادهم مرشد اللي هو ممثل سوري كتبناه باللهجه الجزائريه وحبينا نهدوه للشعب الجزائري باسكو هو اللي وقف معنا فوطا معنا سوري قبل ما نكملوا نحكيوا على هاد المغامره عرب كاستينغ خلينا نديروا بوتي باساج بودكاست مع ولاد سبيطار ها جماعتنا حنا ولاد سبيطار اللي هما تعرفيهم ولا ما تعرفهمش ولاد سبيطار؟ لا ما تعرفيهمش سيد ما فوتش بارتاج با اسي ولاد سبيطار اللي كيما كل مره في الحصه يجيو يحكيو لنا على سيرتنا في السياره كيفاش حنا عقليتنا في الطوموبيل باغ اكزومبل كي تسوقي كيفاش تسوقي تجري ما تجريش تمشي بالعقل تهضري في التليفون تهضري في التليفون لا الحق قولي الحق ما تكذبيش لا ما نهضرش في التليفون اخت خطره كنت نهضر في التليفون في البيار نحاولي البيرمي دونك ندمتي عليها بس كاع عاوتها ولا ماشي بسرعه بزاف كاين بون كي نروح باغ اكزومبل الجي الصيف شويه ندير سرعه مي تولي صيفيها مي هنايا تولي 19 يعاود يطلع 19 دونك سافا 19 يا ودي ماشي لوطو تاع 19 34 هذه كاع لا غالب تمشي هنا ما سي با طافو فوالا ما تيباسيش 120 180 فوالا اون تو لي كا ولات سبيطار يسيو على شاك فوا بشويه ضحك شويه الاخر يسونسيبيزيونا على العقليات حنا في الطوموبيلات جينيرالمون دائما نزعفوا نتقلقوا نجريوا بزاف ولا نديروا حاجات اللي من بعد ندموا عليهم سي توجور ترو طار كي ندموا عليهم من بعد غير هاد السمانه هذه راحت عائله ضحيه حادث مرور من جهه وهران نعاودوا نذكروا عائله فيها اب ام ودراري صغار مالوغوزمون لا روت تو توجور اوتون في الجزائر وكيما نقولوا دائما واحد ميت في الطريق سي ان دو ترو دونك لازم نقصوها ولا سبيطار سبيطار هما يسون دو الاخر مريض ما دارش معاهم نورمالمون زوج هذا عادل والاخر نازم الله يبارك يعطيك الصحه سي لا كوميديان كي جوج الوغ سي ان جوجمون دو كوميديان دو بروفيسيونيل دو بروفيسيونيل صافا تصح له زعما يخدم صح له عادل خلاص سي بون خرجت من الغرفه سي بون تقدر تروح بايت الوغ نعاودو نرجعو للاغاب كاستينغ بعد ما دخلتو الاغاب كاستينغ انتيا وزبير بالحور كانت اون سوربريز ناتكم هنايا وين في المطار ولا حاجه اوفيسيال شويه حاجه اوفيسيال شويه تقدري تقولي لنا وين داوكم وين كيفاش داوكم ديجا هكذا غمضوا لكم عينيكم وداوكم لا نورمال لا اتصلوا بنا وزاره الثقافه وقالوا لنا فوالا السيد معالي الوزير عز الدين مهوبي حب يكرمكم على الشيء اللي وصلتوا ليه في برنامج عرب كاستينغ على المجهود وال يعني كان سيتي ان انكوراجمون بور نو فوالا حب يكرمنا عندنا الصور نقدروا نشوفوهم الى حبوا لا ريجي يعطيونا صور مع بلاش الى حبوا يعطيونا شويه صور نشوفوكم في المقابله هذه اللي كانت معكم عند الوزير شكون لي زارتيست واش بهم لي زارتيست حسن واحد يشوف منا واحد يشوف منا اي غالب ما كانوش لاتين مي بون سي كو ميم ان غران اونور سي لا بروميير فوا اللي يستقبلكم وازا يستقبلك انت يا بيرسونيلمون وازا انا يعني وي بيرسونيلمون سي لا بروميير فوا فوالا كتشوفني ديجا بديت نبكي هنايا فوالا سيتي ايموفون بور موا اي فوالا يعني الحمد لله يعني مبادره جميله جدا ستريس لا بانيك كنت في عرب كاستينغ بيان سور ستريسيتي
بتيت مليار بورتون لا مولفة لا كاميرا ماشي كيف مولفة لا كاميرا وي لا كاميرا مولفتها ليكيب فوالا لا كاميرا البلاطو اي تو بصح مسرح واعر يعني نهضر لك انا ما عنديش تجربه في المسرح ولا في لي مونولوج ولا عمري هدرت بالسورية ولا اللبنانية دائما سي دون مون انتوراج يعني نهدر باللهجة الجزائرية تاعنا ولا كاميرا سي فاسيل زعما كتغلط تو لو كوفا كوبي تعاود لا سيكونس الشيء صعيب في برنامج عرب كاستينغ انه كان مونولوجات تاع ثلاث دقائق الخمسة وكان على المباشر وامام لجنة حكم يعني اسماء يعني اسمها كبير اسماء ثقيلة في فوالا من الدراما السورية والمصرية وقدام ان بوبليك يعني فريمون انا لوديسيون الاولى تاعي رجليا ما كنتش نحسهم بكل صراحه كي نعاود نشوف لا فيديو نقول بلي زعما دوكا مع الخبره اللي تجوزتها وهذوك لي برايم يعني اللي تجوزتهم كنت قادره ندير ميو على واش درت مي الخوف كنت شايده روحي مي او ميم طون خايفه ما يدونيش خايفه يقولوا لي بلي عفوا روحي يعني ما عندك حتى علاقه ما باليش انايا يعني سيتي كان تحدي فوالا لو تراك هذاك شغل كان تحدي بوغ موا تشالنج سيتي لا بروميير فوا فوز ايتي جوجي اول مره عندك لجنه حكم اول ما يعني ما نستناش يعني في باسل الخياط باغ اكزومبل مع كل احتراماتي ولا قصي ولا الاستاذه غاده تقول لي بلي انت موهوبه ولا لا الحمد لله عندي الموهبه ولا الموهبه تاعي يعترف بها الشعب الجزائري تعرف بها الجمهور والجمهور يعني كامل حبوني وعملت يعني اشياء اللي نجحت فيها في الوطن هنا يعني في الجزائر ولا في فرنسا ولا مي يعني الوقوف في خشبة المسرح وتعملي مونولوج هذا بزاف صعيب عليا لانه انا ما عملتش ما رانيش خريجة معهد ولا عندي اون اكسبيريونس تياترال نو كونترير يعني جوغي ايمي ندير دروس على هاد التجربة هذه مي فوالا التجربة هذه يعني با فو بوسي فيغ لو تياتر دوكا كي وليتي لدزاير وي بوركوا با لو كان يكون نص فريمون افيك فوالا دي كوميديا وتكون رؤية اخراجية مليحة بوركوا با افيك ان كرون بليزيغ ديجا وبداني زوبير هيا مش نبداو نكتبوا غادي نكتبوا ليكسبيريونس تاعنا تاع اروف كاستينغ هيا قلت له خلاص ان شاء الله فوالا ان شاء الله سا بو فير اون تري بيل بيس ان دو وي فوالا نديرو بها لا تورني ان بو هيموريستيك سا سري بيان سا سري با مال ان شاء الله تقدروا ميم ديروها انترناسيونال دوكا تعلمتوا اللهجات تاعهم قاعدين تروحوا بلاد بلاد وديروها باللهجه تاع البلاد هذه. ساعدني زوبير كان يعني احسن مني في المراحل الاولى بكثير يعني كما احنا نقولوا نحصل في حاجه يقولوا زوبير روح كيفاش يقولوا هذيك الحاجه مسكين يترجم لي باسكو بالمصريه صافا يسلكها انا ما كنتش بزاف لي في طوماس انا ما كنتش كنت نكسر الكلام يعني ما يفهمونيش عايزه كده ايه لا سورتو واحد مصري واحد سوري واحده من الاردن ما لقيتش روحي انت هذاك المتنبي وخلاص فوالا ومن قلت خلاص ناخذ اللهجه السوريه نتعلم عليها كان اسامه الدبور الممثل السوري اللي نحييه ونشكره على المساعده تاعو مع الاستاذ ادهم هما اللي عاونوني بزاف على اللهجه السوريه والحمد لله هذا السؤال اللي طرح روحه وحده محلاك انا امبوسيبل نهضر السوريه تاعهم بون راه كاش ما كذا نعمل هيك عرب كاستينغ تفتحوا لك بيبان كاش بروجي لي شالار اي دايوغ المسابقه يعني الفايزين اللي لحقوا النهائي ما عندهمش يعني مبلغ مالي ولا احنا نقولوا جوائز ماديه ما عندهم دي بروميس دو كونترا ولا فوالا عقد مع شركه كلاكيت للانتاج عندنا انا يعني بيرسونيلمون جيتي كونتاكتي بور مسلسل الفيت الحرام ليك راح يجوز في رمضان مع من بطوله جمال سليمان ومع زوبير عندنا لو رول برينسيبال في الجيران اللي هي لا فيرسون تاع فرانس عرب يعني فرانس فيرسون صح شكون البروجي اللي قلتي له ايه فرانس ولا المسلسل مازال فرانس سي سور فرانس يعني بصح الحرام ليك مازال كاين دو رول نقرا في السيناريو كاين دو رول مازال واحد باللهجه المصريه واحد باللهجه السوريه دوك ان شاء الله نشوف كيفاش ولهنا لي برودكسيون تاعنا كنا والفناك بنت ولا كاش سيزون 3 4 5 ما نقدرش ما نخدمش في الجزائر قال لي المنتج تاع كلاكيت سهيلة ما بدي اياكي تشتغلي وهادي قلت له بابا سورتو في رمضان
الجمهور لي فان تاعو الجمهور الجزائري كاع يستنى في سلسله بنت وعلات سورتو. قلت له قال لي لا بعدين نحكي. من بعد انا عيطت لعماد هنودا اللي هو البرودكتور وفوالا انا قلت له عماد روح عندي مشكله من ومن بعد خلاص هضر معاه. الحمد لله عندي فوالا في شهر افريل ان شاء الله حنبدا تصوير سلسله بنت وعلات فيرسون 3 سيزون 3 توجور مع مروان. واك حاب نبدل مروان اون سي جامي على باليش انا مروان نشتاه مي ابخي بيناتكم انا ما قدرتش ندخل في الوسط على شخصيه بيبيش. بيبيش ما يقدرش لو كانت نحي بيبيش بيبيش ما سي خلاص الشعب فوالا الجمهور والف لو كوبل برك حتكون حيكونوا فيه مفاجات يعني سا سرا بلو كوم بيبيش بيبيشا ان بيبيشو بوتيتر فوالا كان بيبيشو تتسنين كوميم كان بيبيشو كان بيبيشو كان بيبيشو سي لمعلم ميرسي بوكو دافوار ايتي دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون يعطيك الصحه. راح نكملوا بان كيلكو زيماج على تاغيت. تعرفي تاغيت سي نورمال بروفيتيتي رحتي ما رحتلهاش مازال هذا هو الشيء اللي نعطيك ادريس في تاغيت دار تاغيت راهم سير فيسبوك عندهم تماك عندهم دار في القصر غي اميناجي الاخر دونك عندك الكوتي تراديسيونيل واسمو اي سي دي جون كيما حنايا كيما كاع جماعتنا لي سوكيب دو فيغ سي دي جون انا بون سي دي جون باسكو انا فيو دونك سي دي جون كيما حسن سي دي جون اللي هما ايزون لونسي البروجي سلم عليهم بزاف Ça fait 5 ans ou 6 ans maintenant que ça dure. Ils font des séjours ou l'autre. Vous êtes quand même sur Facebook. Un autre projet qui est en Team Imoun, c'est des jeunes. Team Darksar. Voilà. Tout à fait, Darksar. Voilà. C'était. Mais d'abord, on a découvert le Djanoub, le Djazair, parce que jamais d'être Djanoub. Alors, on a vu les images de Tahrit, ça va te donner envie d'aller à Tahrit et d'aller à Team Imoun. On a vu les soirs. Je vous remercie de vous avoir écouté. Je vous remercie de vous avoir écouté. Voilà, on a vu les soirs. ان شاء الله